يغادر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أرض الوطن صباح غد متوجها إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة أخوية، وذلك تلبية لدعوة تلقاها سموه من أخيه الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني. ويلتقي سموه خلال الزيارة بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وعددا من كبار المسؤولين في الدولة، حيث يجري سموه مباحثات تتناول سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الصديقين.